التشكيلة بقيادة عمر المصطفى المدرب الجديد هناك كينغسون شوط المحاولة والتوغل والتسديد لكن كرة تخرج وتحول إلى ضربة مرمى من بطولة الدوري الوطني كرة تقطع وخطأ دفاع قاتل وتوغل من عناصر الجيش الوطني وهدف لا دافع نادي الجيش الوطني تقطع الكرة هنا للتوغل والهدف الأول لا كبيرة لكن دون الوصول المختار سيدي كره عاليه المتابعه والراسيه لكن كره تصل سهله. اخيرا صافره الحكم عبد القادر منهيا الشوط الاول من هذا اللقاء والذي ينتهي اذا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام عدنا لكم مجددا كرة طويلة هنا التوغل، هنا الفرصة الهدف الأول لا الكرة حافظ على كرته يتوغل إلى البديل الذي دخل معه محمد لمين باه والكرة الطويلة انطلاقة هنا التوغل إلى سيك 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 لكن جاو ينجح في التصدي مولاي إدريس مولاي إدريس والكرة العالية والرأسية والمتابعة لا لكن صافي مقطوع الكره محمد صار هنا هنا التوغل وملاي والتسديده هنا الراسيه والمتابعه والتويله لكينغسون واكشوت يبحث من خلالها عن الوصول في اخر اللحظات ملاي والتسديده عبد القادر منهية للمباراة لتنتهي بالتعادل السلبي من دون اهداف